ورجعنا لكم من الفاصل ولسه اكلنا على النار وما خلصناش. لسه زي ما قلت حطينا الاول بصل وتوم، بعدين حطينا عليه الصلصه، وبعدين الشوربه قبل الصلصه حطينا بطاطس وقطعنا الشمر وحطيناهم، حطينا عليهم الصلصه، بعد كده حطينا الشوربه وتبلنا، سيبناهم يغلوا لحد نص السوى، مش سوى كامل، علشان هحط السمك دلوقتي علشان يكمل سوى. السمك تبلته بملح وفلفل وسبته في التتبيلة يتشرب منها شوية كده. وبس هسيبه، هعمل عليه الديكور بتاعه الاخراني في الاخر خالص. خليني اشيل ده من هنا، هغسل بس ايدي لان انا مسكت السمك تاني، ولازم ما ينفعش باي طريقه من الطرق تمسكي قبل اي حاجه قبل ما تغسلي ايديكي. ليه بتغسلي ايديكي؟ علشان لو في اي ميكروبات او اي حاجه في السمك ما تتنقلش لبقيه الاكل. عامة هيخش النار فما تقلقش. المهم هقولكوا على حاجة علشان تودي الزفارة من ايدك، زيت ودعاكي ايديكي بيه هتروح الزفارة. موضوع الليمون ده كان موضوع قديم شوية، خلينا في المواضيع الجديدة. هبتدي دلوقتي اعمل الكسكسي. اول حاجة هجيب زعفران وبولة، شوية مية، هادي كده، وهحط الزعفران في المية، هسيبه على جنب. دلوقتي ادي الزبيب، خلوني افتح على الطاسة، هحط زيت انا عايزة الطاسة بس تسخن والزيت يسخن سنة، هحط فيه الزبيب اشوحه. عارفين السمك اول ما هيبقى لونه ايه؟ ابيض بهتان كده نعرف انه استوى. خليه لسه مش هفتح عليه، انا هسيبه كده. شايفين انا هقلبه، ممكن اقلبه لو سمحتوا. انا عايزه اللون يبقى جامد علشان لما احطه على الكسكسي يديني اللون اللي انا عايزاه. ادي شويه زبيب، عايزه بس الزبيب يبتدي ايه يزقزق، مش اكتر من كده. طب بصوا، هبص على السمك عشان نرضي الجماهير. شايفين السمك لونه ابيض، شكله حلو قوي. انا مش محتاجه، مش عايزه اغطسه، انا عايزاه على الوش كده. هرجع اغطيه تاني وانا سامعه الزبيب بدا ايه زي ما قلت لكم يزيق. عايزاه بس ينفخ حاجه بسيطه
تمام كده، شايفينه بينفخ. هعمل ايه دلوقتي؟ هحط عليه الشوربه اللي هحتاجها علشان نسوي الفسفوسه. انا حطيت شوربه، ممكن ما تحطيش شوربه، انا حطيت شوربه فراخ النهارده، ممكن ما تحطيش شوربه فراخ، ممكن تعملي ايه؟ تحطي ميه وحطي البهارات اللي انت عايزاها. انا عايزه الكلام ده يغلي مع بعضه. شايفين الزعفران بقى لونه عامل ازاي؟ انا دلوقتي هحط الزعفران مع الكلام ده كله. ادي حتى لون الميه غير، وده اللي انا عايزاه. نشيل الطبق من هنا. اقول لكم انا هعمل ايه. انا هنقل الطاستين مكان بعض. انا السمك خلاص على وشك انه يستوي، ولسه محتاجه الميه تغلي. انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن ابتدي اغرف السمك لانه هو خلاص استوى. بس قبل ما ابتدي اغرف السمك دلوقتي هحط الزبده. علشان تدي طعم حلو للكسكسي. فانا بما اني مش هستنى لحد ما الكسكسي يبقى سخن بعد كده هضيف الزبده، فانا هضيفها دلوقتي في الشوربه على طول تسيح، تقوم لما هحط الكسكسي تتخلط بيه مره واحده. انا عايزاها بس ايه، لازم، مش هينفع تحطي كسكسي الا لما الميه تغلي. دلوقتي يلا اغلي بقى. لسه ما غليتش ومش عايزه تغلي. تمام، حتى الزبده كلها ساحت كده يبقى احسن. وهحط الكسكسي. ادي كده انا هشيله من على النار. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا غطيت الطاسة اللي فيها الكسكسي 5 دقايق، هيتشرب الشوربة، يتقلب بالشوكة، خلص. انا دلوقتي حاجة صغيرة، بس حاجة صغيرة جدا جدا هعملها. ده كده خلاص. هجيب اللي شبه الشبت ده اللي هو الشمر، بس هاخد الفروع الورق بتاعته. تمام كده، هقصه. تمام،
ادي طبق السمك جاهز. خلينا نبص على الكسكسي، عايزه شوكه. ادي الشوكه، اوعي ابدا تقلبي بالمعلقه. شايفين هعمل ايه؟ لازم تعملي كده، هتعملي غير كده هيفضل عامل كور مع بعضها. هجيب الطبق بتاعي اللي هغرف فيه، اشيل بقى كل ده من هنا. انا عايزه اجيب دي هنا، اجيب ده كده. اعذروني هجيب معلقه بس علشان اغرف. ادي كسكسي يجنن، الزبيب والزعفران، ريحه الزعفران عامل حاجات جامده جدا. تمام كده، ادي طبق بسكوتي. بما ان الطبقين بيتقدموا مع بعض نحط فيه شجرة صغيرة عشان الارض لو عطشانة لازم نسقيها. بكده يبقى احنا خلصنا الطبقين بتوع النهاردة، عملنا مع بعض سمك بالشمر والبطاطس، كسكسي بالزعفران والزبيب. أتمنى أن الطبقين يكونوا عجبوكم، ومع السلامة.